اليوم الزيارة المباركة زيارة رئيس الوزراء هي لافتتاح مشاريع في المحافظة، منها طريق يحيى حسين وإعدادية الصناعة وغيرها، وتم زيارة الملعب الإدارة المحلية الذي هو ملعب مهم جدا وفي وسط المحافظة، وإن شاء الله سوف تستثمر هذه الزيارة لأجل أن نطلب الكثير من المشاريع الوزارية المهمة التي تخدم الكثير من الأحياء التي لم تصلها يعني المشاريع الخدمية بهذه السنوات التي مضت، وإن شاء الله سوف تشهد سنة 2024 إن شاء الله افتتاح الكثير من المشاريع وأيضا إنشاء الكثير من المشاريع المناطق التي لم تخدم. زيارة خدمية فقط أم هناك ملفات أخرى؟ لا، هي زيارة خدمية فقط، واطلاع على واقع المحافظ الخدمي ولتذليل المشاكل التي في المشاريع المتلكة التي يعني لم تنجز لعدة سنوات.